نحن في وجه الموجة الثانية لفيروس كورونا. أصبحت هذه المعلومة من المسلمات في ظل الارتفاع اليومي في أرقام الإصابات. فما على الجميع الآن إلا الالتزام بارتداء الكمامات. والله في فترة هذه الاستعمال الكمامة تقريبا أصبح إجباري، وأكثر إجبارية في الاستعمال الكمامة في الأماكن المغلقة، أو أكيد في الأماكن المغلقة كي تكون في سيارة مع أشخاص ما فيش مساحة أو مجال تباعد مكاني، وكذلك في القاعات المغلقة لأن نوضح الصورة أكثر. إذا كنا متواجدين في قاعة أبعادها الهندسية 8 أمتار على 7 في ارتفاع 3 أمتار، إذا عطس واحد أو سعل ينتشر الفيروس في ثانيتين. إذن الكمامة هي السلاح الأول لمجابهة الكورونا فيروس، فما هي الأصناف المتوفرة منها؟ الكمامات فيه صنفين، الكمامات العامة التي يمكن لأي شخص أن يستعملها، وفيها حتى أنواع بدرجات معينة لكن لا تهم من الجانب العلمي للمواطن، وفيه الكمامات الطبية اللي عندها لونين، أي لون من جهة اللون الأبيض أو الجهة الأخرى اللون الأزرق. أي أنواع الكمامة يمكن أن توفر قدرا أكبر من الحماية؟ الكمامات من الجانب العلمي كلها مفيدة، ولكن خطورة الموجودة الآن وهي طبيعة القماش المستعمل أو طبيعة الكمامات. لهذا ننصح المواطن الكريم للحصول على الكمامات اللي تكون من مصدر معروف كالصيادلة أو المحلات الخاصة ببيع الأشياء اللي تكون شبه صيدلانية. من بين أنواع الكمامات المنتشرة نوع يكون موقعا بعلامات تجارية لماركات عالمية. دعونا من بعض الكمامات التي فيها رسومات إلى آخره، قد لا نعلم المصدر تاعها، وحتى بالنسبة للمواد الموضوعة فيها قد تشكل خطر على الصحة العمومية. وفي خضم ازدهار سوق الكمامات قد تختلط الأمور على المواطن، خاصة المواطن البسيط الذي يجد نفسه مضطرا لترشيد نفقاته. أكيد فيه ذات السمك بدرجات، يعني كل ما كان السمك تاعها أكثر أكيد أنها تقي المصاب بكوفيد 19 بشكل جيد، ولكن لا داعي للتخوف لأن الفيروس هو من طبيعة ماكروموليكيول، يعني ذات الأحجام الكبيرة، فتمر عن طريق الكمامات، فلا داعي لربما تكلفة المواطن نفسه أنه يتحصل على كمامات ذات الأسعار الباهظة، فالكمامات العادية تقي من كوفيد 19. كل يراها من وجهة نظر، فالطبيب لن يراها بنفس العين التي يراها بها مواطن عادي قد لا يكون ارتداها قبل زمن كورونا أبدا، والتاجر لا يراها أيضا بعين الزبون. لكن على الجميع رؤية الكمامة من منظور أنها الحصن الأول الذي يصد الفيروس المستوحش.